شريف حكيم اتفضل. يلا يلا شريف حكيم. شريف ابني ابوك تعبان ولازم يرتاح. هي القصة معك حال يا حكيم، صار بده يرتاح والله. اي والله الله يعافيه. يلا روح عنده انت، انا بدي امشي. لا بدي وصلك على البيت. لا لا ما في داعي، انا مشان واجبك بعدين نتسلى على الطريق. اذا كان هيك شريف. شريف تفضل. الله يرحمه. يعني ما قلت لي يا الله يسلمك يا عمي. اهلين عمي معتز. شريف الله يسلمك يا ربي. مو شوي. لا معلش خليني ارجع، انا هيك حبيت دردش معك على الطريق. اهلين وسهلين. اهلين فيك. السلام. مع السلامه يا عمي. السلام. اهلين عمي. الله سلم عليكم. السلام. الله معك. يسلمك. أهلين عبدو، شو مسهرك بهالليالي؟ لا والله ما في شيء، هلا خلصت شغلي وراجع على البيت. الله يعطيك العافية. الله يعافي قلبك. طمني شو صار معك؟ بشو؟ شو بشو؟ بالسالفة اللي حكيت لي إياها. إيه. لا والله لك عبدو أنا حكيت أنا والشيخ. إيه. والشيخ يعني هيك أناني بكلامه، وأنا القصة كلياتها خلص سكرت عليها، وهون حفرنا وهون طمرنا، ما عاد بدي إياها كلها خلصت طلعت من قلبي. عبري علي. هذا هو الحكي تمام. شو بدك بهالقصة بالعيل اصلا؟ بيني وبينك انا كنت خايف تكبر القصة. يا والله مو ناقصنا يصير فتنة لا سمح الله بين الحارات، مو ناقصنا عي. معك حق عبدو، معك حق. الحارة اهم. هذا هو ابو العز اللي انا بعرفه. صندي روحك لك عبدو. شرف. على راسي. شرف سيدي شرف. خير يا بي؟ ليش هون قاعد؟ لانه خير يا بي، عرفت؟ قاعد عم استنى جنابك. شو اللي أخذك ورا الحكي موسى؟ ليش لحتى رح تتوصلوا هيك أشوف؟ يا بي قلت لحالي واجب لازم وصل. اخزل يعني عنك شو صاحب واجب؟ لك أنت على مين عم تضحك لك ابني؟ على مين عم تضحك؟ لك نحن ناقصين لك معتز، لك مو شايف شو عم يصير فينا، لك ما عندك عقل تفكر أنت لك ابني؟ محشوم يا بي، محشوم. أنا ما بفكر إني أضحك حتى. يا بي قسما بالله القصة كلياتها طبقتها وخلصت. معتز انت ما منك خواص مني، ما منك خواص خلاص، لا منك خواص ولا منك رجعة. بس خلاص دبارك عندي وحياتك دبارك عندي. روح هلا على وقتك، روح روح انت فس بوقتك بعدين نشوف لك شي حل. روح. مساء الخير. اهلين بأبو جود. والله شو وين كنت عندها؟ عند مين؟ يو عند حبيبة القلب سارة خانم. خيرية. شو ابن عمي؟ شو ما كنت هنيك ومروق كمان؟ ضبي لسانك بحلقك ولك. ما رح ضب لساني، ما رح ضب لساني. هلا حكي ما عاد يعجبك. لا خيرية. استغفر الله. تضربني؟ بدك تضربني؟ ايه لأن الحق معك يا معتز، نحن اللي غلطنا. لك اسكتي، خلصي، خلصي. ما رح اخلص، ما رح اخلص. من شو خايف؟ قلي مسيرتك صارت على كل لسان. يا خيرية. بدك تضربني، بدك تضربني يا عمتي. يا عمي بدك تضربني لأني قلت له ليش جاية من عندها. أنا شو سويت له يا عمي لحتى يحبه ويتمشى علي وبدي يتجوز كمان؟ والله عايشة معه على حروق المرة. طولي بالك يا بنتي، طولي بالك، لا تحكي هيك الله يرضى عليكي. فوتي انضبي على اوضتك يلا. لا ما رح فوت على اوضتي، وانا من هلا رايحه على بيت اهلي. يا بنتي شو هالحكي، اخذي الشيطان. انت يا عمي تاج راسي ومثل ابي، بس انا ما عاد فيني اعيش هي العيشه من وقت ما حب صاحبتي المحرمه ساره خانم. ما عاد سال عني ولا عن ابنه ولا عاد سال عن حدا. طولي بالك يا بنتي، طولي بالك. لا خيريه كلها تعبنا لك والله. انا تعبت ما عاد فيني، الله يرضى عليكي. خلص مضيها الليله. صباح رباح الله يرضى عليك. بكرة الصبح نحكي على 100 مال. فوتي على نامي. صباح رباح. خلاص وكلي الله. كرمال عيونك بس يا عمي، بس من بعد إذنك بدي نام بأوضة الدلال. فوتي جيبي الولد. روحي روحي جيبي الولد. حاضر. Thank you.
انا ما بقدر امنعك تروحي لبيت اهلك او تطلبي الطلاق. معتز، مو بس غلط بحقك، غلط بحقنا كلياتنا. وانتي شايفه شو عم يصير فينا يا خيريه. حبيبتي برضاي عليكي، ضلي جنب جوزي وديري بالك عليه. معتز رح يرجع لك، انتي بتعرفيه انه معدنه طيب ومنيح. والله قهرني وحرق لي قلبي من جوا. معقول معتز يحب علي؟ طيب ليش؟ لك يا خيريه طولي بالك، الله يرضى عليكي طولي بالك. امنتك بالله لا تتركينا، معقوله؟ خيريه خليكي هون ولا تخلي اللي صار براسي يصير براسك. تفضل يسلم هديات. اهلا وسهلا. اهلا فيكي خيريه. شبكي صاير شي بينك وبين معتز؟ لا لا ما في شي، اعوذ بالله. إلا كان شبكي؟ بدك تخبي علي؟ احكي لي شو صاير معك ولا تكذبي عليها. حاكم صار لك مدة ما عجبتيني بنوب. وليه مقوصة؟ ليكونوا بيت عمي ابو عصام عم يجوروا عليك وانتي ساكتة. لا ايو شو عم يجوروا علي؟ شو جنيتي انتي سميرة جنيتي؟ إلا كان شوفي عم قلك ما في شي، ما في شي. شربي قهوتك. ايه مثل ما بدك. تي بتعرف عنوانه لهذا هلال ابو عصام؟ لا والله ما بعرف لك مسافر. لا والله مني بدي اعرف انا، اذا هو نفسه ما بعرفه شلون بدي اعرف عنوانه؟ لازم نسبقه ونعرف وين بيته، احسن ما يرجع ويعمل لنا شي مشكله ثانيه. لك شلون بدنا نعرف عنوانه لهاد؟ شلون؟ سهله، الا ما نعرفه، الا ما نعرفه. شلون ابو ظافر شلون؟ خلص اترك علي، بنجيب عنوانه يعني رح نجيب. ما يخاف. خلص اتكلنا على الله، شرف ابو عصام، شرف. شرف سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خير ابو عصام؟ الا ما نلاقي له حل. بعدين ابو قاسم بنحكي معه بهدوء وبنحلها. خلصنا. لك اخي هذا راكب براسه حاله فمين عصيمه بيفوت بيتي، شرف حلها ما اشوف. معلش معلش يا اخي، بس انت روق واهدى، لانه اذا كان عصبت وطلع غلقان ما بنستفاد شيء ابدا. ايوه ان شاء الله خير. السلام عليكم. اهلين سمعوا، اهلين اهلين يا ابوي. عمي ابو عصام بدي اقول لك شغله. قل لي ابي. هذا محمود قبل ما يسافر كان شاكك بهذا هلال. شاكك؟ شاكك بشو؟ شاكك انه شايفه من قبل. شو العبيد؟ شو كمان؟ وقت كنا واقفين. ايه 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 لك شلون راحت عن بالي هي؟ تذكرتها والله ابو عصام. عم يقول محمود انه شايفه بدوما وشاري من عنده خضره ومدري شو، هيك شيء يعني، نسيت شو كمان. ايوه ابو صافر، هلا انت بتعرف وساكت يعني؟ لك اخي خلينا نصلي على الحاضر، شايفه بدوما بنروح نسال بدوما. خلصنا. ونعمل رأي يا ابو عصام. خلاص شرفوا ابي شرفوا. لحظة لا لا اطلع منا انت يا ابو عصام، اوعى تروها اوعى تروح. ليه؟ شو ليه؟ لا سمح الله ما بتعرف شو بيصير. بعدين بجوز يعني تطلع شغلة هلال كلها هي مقلب. وإذا طلعت شغلته مضبوطة أخي نحن بنتصرف، بنحكي معه ومنراضيه ومنلاقي له حل. كلام أخي أبو ظافر مضبوط. أصبح خلونا نتكل على الله أنا وأخي أبو حاتم وأبو ظافر. ماشي بس أنا بدي أوصل تكي على البيت وبتشاع. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أصبح خلونا نصلي الظهر ونطلع. شرفوا سيدي شرفوا شرفوا شرفوا. تفضلوا. عم تركب معي يا شيخي. كنا نأتر عليها هلال ما عم تصبر. كنا نصلي لها تيجي على الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام. كنت عم دور عليكم، منيح لقيتكم. خير يا أبو جودات. بدنا نفتش بيت أبو محمود. ليش لحتى تفتش بيت أبو محمود؟ في مطالب. مطالب شو يا أبو جودات؟ مطالب يعني فرارية، يعني هرباني من وجه العدالة. نحن شاكين إنه هن موجودين ببيت أبو محمود. لذلك لو سمحتوا شيخي هاي رستم من طرفنا ومين من طرفكم منشان نشوف البيت. أجلها هلا أجلها. ما بتتأجل بحاتم؟ هذا تعلمني شغلي؟ لو سمحت. يلا شيخي. شرفوا سيدي شرفوا شرفوا. شرفوا تفضلوا. وراي رستم؟ حاضر سيدي. سيدي ما في حدا جوا. اطمنت يا ابو جودات؟ لا شيخي ما اطمنت. فتشتوا على السطوح؟ لا والله سيدي ما فتشت. ابو جودات ما في شيء على السطوح. شيخي طول بعمرك ما تتدخل بشغلنا. لا حول ولا قوه. خلصنا بقى رستم. حاضر سيدي. فتش السطوح. امرك سيدي. لا ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خيلك نتي شو مصحكي لهلا؟ ولا شيء يا ابي، مو جايينو. في شي لك بنتي؟ لا يا عمي ما في شي. شو مضايق؟ ولا شي بس ما عم بقدر نام. بس روحي اعملي كاسة ياسمين اشربيها وحطي راسك ونامي. يا ابي انت بعمرك ما خانقتني. لا سمح الله، ليش اخانقك لك بنتي؟ انت عمرك ما زعلتيني بشي؟
معقولة أنا بعمري ما زعلتك يا أبي؟ لك بنتي، أنت حابة تحكي وأنت نعسانة وأنا نعسان وأنا بدي نام. تصبح على خير يا أبي. لهلأ ما رجع لك خيرية حاج عقلك ياخدك ويجيبك. معتز ما رح يروح لهنيك، ما بيكسر كلمة أبي. بالله وينه لك لهلأ؟ يعني وين بده يكون؟ يا بالقهوة يا بالحمام. أصلا شو بيقعد الرجال ببيته من هلأ؟ خيرية ما حلك تعرفي لمعتز، هو من يوم يوم وما بيطيق قعدة البيت. قلتيلي ماشي يبعت لك حمى لما تبوز ميلاك بتصيري. يلا إلا لعمته روحي جيبي لنا البزرات بدنا نتسلى. يلا لك من عيونة لعمته. الله شو ابن عمي طمنا عن ابو حاتي. والله والبنت حرام ضاربينه وازينه وضل يوفون. يا لطيف ومين اللي ضربه؟ الله الله بيعرف انا بدي اعرف. ابي دلال الله يرضى عليكي سوي لي كبايه بابونج بالحين فيها. امرك يا بي. لك يبعت لك الهنا بدك تكسري لجوزك؟ الرجال ما بينكسر. بكره ما بتجوز عليكي وحده بتجوز ثلاثه. روحي روحي لحقي حالك. ما بدي. لك يا حبيبتي اسمعي من مرت عمك ما بتندمي. تعوزي من الشيطان الرجيم وروحي. المرأة ما لها غير جوزها وهو غلط واعترف بغلطه. يلا تحركي اوام. مزبوط كلام امي خيرية. يلا روحي. شو ناطره؟ هيك قولتكم؟ كيف لسه عم تسالي اذا هيك قولتنا؟ لك روحي.